اهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، وحلقة جديدة في برنامجكم مدرسة على الهواء ومادة العلوم. اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الوحدة الأولى والتانية والتالتة، وبالأخص التالتة اللي كانت بتتكلم عن الغازات وتركيب الغلاف الجوي. وقلت لكم عشان ان كنتوا تقدروا تذاكروا الوحدة دي بسهولة جدا ان انتوا تعملوا مقارنة ما بينهم وتشوفوا كل واحد بالنسبة مثلا ده نسبته قد ايه واستخداماته واهميته كده. النهاردة بقى هنبتدي وحدة جديدة بتتكلم عن التركيب والوظيفة الاجهزة اللي هي في جسم الانسان. هنتكلم على ايه بالاخص؟ الجهاز العصبي. الجهاز الايه؟ العصبي. عشان نعرف ايه اهميه الجهاز العصبي وايه فايدته وازاي بنتفاعل بالجهاز العصبي مع البيئه المحيطه، تعالوا كده مع بعض هنتفرج على فيديو بسيط عايزاكم منكم ان انتم تستنتجوا منه ايه هي تكوين، يعني انت في الاخر تكون عارف اخر الفيديو تكوين الجهاز العصبي بيتكون من ايه، فايده الجهاز العصبي، ازاي بيحصل تفاعل او ان انا بتفاعل مع البيئه ازاي عن طريق الجهاز الايه؟ العصبي. تعالوا كده نبص مع بعض على الفيديو. اول حاجه هتبص كده هنشوف يا ترى الجهاز العصبي بيتركب من ايه. بص كده هيتركب من ايه؟ ادي المخ وعندي الحبل الايه؟ الشوكي. يبقى اول حاجه عندي في التركيب المخ الجهاز العصبي هو الايه؟ المخ والحبل الشوكي وشويه ايه؟ ملايين من الاعصاب. شويه دي يعني ملايين من الايه؟ من الاعصاب. تمام. يبقى اول حاجه عندي في تركيب الجهاز العصبي زي ما احنا شايفين كده هتلاقي مين؟ المخ والحبل الشوكي وملايين من الاعصاب. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي بنقدر نتعامل او نتفاعل مع البيئه من خلال الجهاز العصبي. اول حاجه العيون ايه؟ هتشوف الضوء. الأنف والأذن هتحس. اللسان بيتذوق. يبقى أنا لو بصيت كده تاني، تعالوا نبص مع بعض. أول حاجة بدأ الجهاز العصبي بيتكون من إيه؟ بيتكون، معلش هو فصل تاني، هتلاقيه إن هو بيتكون من المخ والأعصاب، ملايين من الأعصاب والحبل الشوكي. تمام. ادي المخ والأعصاب والحبل الشوكي. طيب عشان في مشكلة في الفيديو انا هاجي اقول لك على حاجة. انت مثلا عشان تقدر انك انت تستنتج ازاي بيحصل تفاعل بينك وبين البيئة، انا ممكن اول ما اجي انت مثلا بتكون اول ما بترجع من المدرسه بتكون ايه؟ تعبان ومجهد. اول ما بتيجي تخش بتكون ايه؟ تعبان ومجهد. ده بالنسبه لك مثير، انت عندك هنا حاجه انك انت المفروض هتتفاعل معاها، مجهد وتعبان وجعان، جعان قوي. فتروح اول حاجه ماما ايه؟ هتفتح الباب. اول حاجه انت هتفتح الباب مثلا اول حاجه ايه؟ هتلاقيها هي تطبخ طبخه اكل في المطبخ. تروح انت ايه؟ شامم. شم ده عن طريق ايه؟ حاسه ايه؟ العضو اللي عندك موجود عندك هتشم عن طريق الانف. تمام. يبقى حاسه الشم. يبقى ده عندك ايه؟ كمثير، عمل لك ايه؟ استثاره لاعصابك. فانت ايه؟ ابتدت الرساله جت عندك ان في ايه؟ ريحه حلوه. بعدين هتخش جري طبعا على المطبخ، طبعا مسروع جدا عشان تيجي تشوف مثلا الحله اللي موجوده، فتروح ماسكها فتكون ايه؟ سخنه. تروح سايب الايه؟ الغطا. انت حسيت ان هي سخنه منين؟ من الجلد. تكون من ايه؟ من الجلد. يبقى الجلد حس ان ايه؟ الحاجه اللي انت مسكتها دي ايه؟ سخنه. ادى ايه؟ اثاره للجهاز العصبي بتاعك، فادى اشاره انك انت دي حاجه سخنه، فتروح ايه؟ تسيبها. تمام. بعد ما سبت الغطا بصيت على الاكل، استخدمت ايه؟ عينك، العين عن طريق العضو الاحساس بتاع العين، الرؤيه، فشفت، شوف الحاجه دي حلوه او وحشه.
طبعا هتطلع حلوة، طبعا اي حاجة ماما هتطبخها هتبقى حلوة. بعدين ابص على الحاجة دي هتعرف عليها، بيدي برضو اثارة، ده مثير بالنسبة لي، فراح ان انا الجهاز العصبي بالنسبة لي راح ايه استجاب لي المثير ده، ان هو اشاف ان في حاجة حلوة، فانا هبتدي ان انا ايه بقى، انا خلاص كده جعان، انا ايه هغرف بقى عشان اكل. المفروض ان انت ايه غرفت بقى الاكل ده في طبق وماسكه، المفروض ايه هتاكل. بعد ما تيجي وانت بتاكل كده ايه هتتذوق الطعام، يعني ايه باللسان هتشوف بقى الطعام ده يا ترى حلو ولا ايه ولا وحش. طبعا هيبقى حلو من غير اي كلام، يبقى انت بالنسبة لك يبقى انت جيت كده دوقت الاكل فهيكون ايه حلو. ده اللي بيقول لك اذا كان هو بقى مالح، اذا كان هو طعمه مر، اذا كان هو شطه او كده، الحاجات دي كلها. يبقى انا بالنسبه لي ده مثير برضو، اداني ايه اشاره لي المخ بالنسبه لي، والمخ بالنسبه لك لما يجي يديك اشاره تانية انك انت لو حاجه حلوه هتبتدي انك انت ايه تاكلها لغايه ما تخلصها، لو هي حاجه وحشه مش هتاكلها، ولو هي ماما عاملاها هتاكلها برضو مش مشكله يعني. طيب يبقى انا بالنسبه لي دي حاجة بسيطة جدا. لو انا جيت شفت مثلا العمليات اللي حصلت قد كده وكام عضو حسي استخدمته عشان بس حاجة بسيطة جدا، ده كل ده مسؤول عنه مين؟ الجهاز العصبي، هو اللي بيدي الاشارات دي. يبقى انا بالنسبة لي الجهاز العصبي عبارة عن ايه؟ جهاز الاتصال والتحكم، اللي بيستقبل المعلومات من بيئتك، هيستقبل المعلومة من ايه؟ من بيئتك ومن داخل ايه؟ جسمك. انت من البيئة قعدت تشم الريحة الحلوة، قعدت انك انت بصيت على الاكلة الحلوة، بعد كده المفروض ايه لقيت لما لقيتها حلوة المفروض ان انت كلتها، بعد كده بعد ما كلتها تذوقتها، يبقى كل ده من البيئة ومن داخل جسمك. يعني كمان انت كنت عندك احساس بالجوع بالتعب بانك انت مجهد وتعبان، تمام، وبعدين بيفسرها لك وبيجعل الجسم يستجيب ايه ليها. يبقى انا لو انا شفت حاجة بستجيب بيها عن طريق الايه البصر مثلا، لو انا طريق العضو اللسان مثلا، لو انا سمعت حاجه اول ما ماما بتستقبلني من الباب الحمد لله على السلامه يا حبيبي، يبقى دي بالنسبه لي هي دي حاسه الايه السمع. كل الحاجات دي انت بتقدر تستقبلها ازاي من بيئتك الخارجيه؟ عن طريق الجهاز الايه العصبي. تيجي انت الصبح مثلا مبسوط فرحان بقى لسه اليوم بقى لسه بادئ، او لسه لو صاحي بقى بدري فبالنسبه لك دي حاجه مضايقاك، الحاجات دي كلها المشاعر بالنسبه لك انك انت تبقى فرحان زعلان بتضايق بتحب بتكره، الحاجات دي كلها برضو بتكون مسؤوله عن ايه الجهاز العصبي. تفكيرك انك انت تفكر في الحاجه، الدراسه بتاعتك، مستقبلك، تحل واجباتك، تحل امتحاناتك، الحاجات دي كلها، انك انت تتعامل، انك انت تتكلم، انك انت تتحرك، انك انت تجري، كل ده بينظمه مين؟ الجهاز العصبي. طبعا كل حاجه من دول بيبقى ليها جهاز، بس اللي بيدي اللي بينسق وينظم بقى اللي هو ياخد من المثير اللي هو في البيئه وان هو ينظم لك الاستجابات المناسبه ليها هو مين؟ الجهاز العصبي. يعني الجهاز الهضمي هو وظيفته ان هو يهضم لك الاكل، لكن مين اللي يقول انك انت جعان او شبعان؟ هو ده الجهاز العصبي يقول لك انك انت جعان او شبعان. مين انت مثلا كل عضو بيبقى ليه وظيفه، ان هو مثلا ده العين مثلا هترى، لكن مين اللي يقول لك مثلا ايه الحاجات اللي انت شفتها دي او يترجم لك اللي انت شفته ده؟ هو مين؟ الجهاز العصبي. اللي هو في بدايه الفيديو لما شفنا في البدايه ايه؟ قلنا مخ والحبل الايه؟ الشوكي. المخ والحبل الشوكي دول الاساس بتوع الجهاز العصبي، وملايين من الايه الخلايا العصبيه موجوده عندي. طيب لو احنا حبينا نشوف كده يعني فايده الجهاز العصبي ايه بقى، تعالوا نبص حاجه حاجه. اول حاجه هي بتشرف وبتنسق وبتنظم كل وظائف الجسم، زي ما احنا لسه قايلين الهضم، التنفس، التفكير، الحركة، كل الحاجات دي. طبعا كل حاجة من دول ليها ايه جهاز مختص بيها، بس هي اللي ايه بتنسق وتشرف وتنظم كل الحاجات دي، انك انت تفكر، انك انت تتحرك، انك انت تهضم الاكل بتاعك، انك انت تتنفس، كل ده مسؤول عنه مين؟ الجهاز العصبي. طيب برضو بيستقبل النبضات العصبية من أعضاء الحواس الإيه؟ الخمسة اللي إحنا لسه قايلينهم بالمثال البسيط ده اللي هو بتاع الإيه؟ الأكل، وأنت إيه؟ جعان ورايح أنت عشان إيه؟ تاكل. يبقى بيستقبل كل النبضات العصبية من أعضاء الحواس الخمسة. أنت أول حاجة
لما جيت شميت، شميت عن طريق الايه؟ الانف. يبقى ده العضو الاحساس اللي هو عندك اللي هو الانف. جت خدت ايه؟ شمت حاجه حلوه. مين اللي قال لك ان هي حاجه حلوه او هي حاجه وحشه؟ المخ ادالك الاشاره بتاعتك. بيحصل ازاي؟ ده برضو هناخده في الحلقات. بيتم ازاي؟ وممكن هناخد منه نبذه النهارده ازاي بيحصل ده، يعني ازاي بيبقى في رسائل عصبيه بتتنقل من هنا لهنا، وايه الاعضاء ومين المسؤول. يعني انا بالحقيقه بحب جدا الجهاز العصبي، لان هو بيعرفك ازاي كل حاجه احنا بنقدر نعملها دي بنعملها ازاي. ما تيجي تحس بحاجه اذا كانت هي سخنه او بارده، يجي مثلا يجي انت جايب لك طبق شوربه مثلا، تيجي انت روح ايه شارب الشوربه، ده انت بالنسبه لك لو هي سخنه هتحس فتبعد عنها، لكن لو ما كانش فيه الاحساس ده انك انت تحس ان الحاجه دي سخنه قوي او بارده قوي، فكنت انت ايه هتفضل مكمل في ان انك انت تستمر انك ماسك الحاجه دي، فتؤدي لك بقى بعد كده ممكن انك انت تتحرق لو حاجه يعني ما حسيتش ان هي بالنسبه لك ايه خطر. يبقى تاني حاجه بعد ما انا الجهاز العصبي بينظم لك وبيشرف لك وبينسق لك كل الوظائف موجوده اللي هي موجوده في الاجهزه، تاني حاجه عندي ان هو بيستقبل النبضات العصبيه من اعضاء الايه؟ الحواس الخمسه، اللي هي طبعا العين، عندك الانف، التذوق عن طريق اللسان، السمع طبعا. يبقى دي بالنسبه لك ايه الفايده التانيه. طيب التالته بقى، يعرف اذا كنت الحاجه دي اللي بتشربها دي يا ترى هي سخنه ولا بارده. طبعا ساعات انت لما تيجي تشرب حاجه سخنه او بارده ممكن سنانك توجعك او مش عارفه، او تحس انك انت ايدك وجعاك من انك انت مسكت الكوبايه كانت سخنه، او مسكت حاجه ساقعه جدا، او الايس كريم مش قادر تشيله، او تلجايه مش قادر تستحمل انك انت تمسكها. كل الحاجات دي المفروض اللي بيقول لك عليها الجهاز مين؟ العصبي. هو اللي بيعرفك اذا كانت الحاجه دي قلنا بارده، ساخنه، ساخنه، المفروض ان هي هتؤثر لك بشكل ضار ولا نافع ولا ايه. كل الحاجات دي ايه؟ بتقولها لك الجهاز العصبي. طيب بيخليك كمان انك انت تفكر، خليك انك انت تتعلم زي حاجه زي الموسيقى مثلا، او تتعلم اي حاجه، اي حاجه انت محتاج تتعلمها عن طريق الجهاز العصبي. تحل المشاكل برضو عن طريق الايه؟ الجهاز العصبي. تحل المسائل، تحل اي حاجه، اي حاجه تقدر تفكر فيها في الدنيا، او في حاجه في حياتك، او في حاجه في دراستك، او حاجه في حواليك ليك او لغيرك، كل ده برضو بتاثر بيه مين؟ الجهاز الايه؟ او بيأثر لك عليه الجهاز الايه؟ العصبي. طيب انا برضو حباكوا تشوفوا الايموشن بتاعت ان هو برضو بيضبط لك الاستجابات اللي بتلزم للعواطف. يعني مثلا تخليك مره ايه سعيد، ومره تخليك حزين، ومره غضبان او هادئ. الحاجات دي كلها هو اللي بيعملها لك الجهاز الايه؟ العصبي. طبعا لما بيكون سعيد وشك الصبح كده بيكون ايه؟ مشرق. مشرق يعني. الحزين بقى تقعد تعيط وتقوى ويبقى مودك مش حلو. الغضبان او هادي ده برضو مسؤول عنه مين؟ الجهاز العصبي. يبقى برضو انت المفروض يعني مثلا لو حد جه زعقلك، الطبيعي الطبيعي لو الجهاز العصبي بتاعك شغال تمام ما فيهوش اي حاجه هتتضايق، حد زعقلك. طب لو بتضحك، لا ده في مشكله، ده كده في مشكله عايز تعالج ده اكيد. ليه؟ لان هو المفروض بيضبط لك المشاعر على حسب المثيرات اللي حواليك. يعني لو حد زعق انا هزعل هتضايق تمام، هيبان على وشي، هيبان على الموشن بتاعي، مش هضحك يعني، مش يعني غالبا. يعني دلوقتي انتوا يعني الحكايه المفروض تبقى ايه؟ استجابه صحيحه للي بيحصل للمثيرات. مثلا لو حد قال لك كلمه حلوه مثلا انك انت ايه هتبقى سعيد، مش يبقى الاستجابه ليها انك انت هتكون ايه حزين او غضبان او كده. يبقى كل مثير بيكون ليه ايه استجابه مناسبه اللي بيديها لك الجهاز الايه العصبي. يبقى لازم تكون كل استجابه مناسبه للمثير اللي قدامه. مين اللي بينظم لي ده او بيضبط لي المشاعر والحاجات دي كلها؟ هتلاقيها الجهاز الايه العصبي. طيب برضو فايدة الجهاز العصبي ان هو بيضبط لك حركاتك ويحميك من الاذى او يخليك تشعر بالالم. يعني انت مثلا لا قدر الله ماشي فلقيت مثلا دبوس وجيت انت دوست عليه غصب عنك، يروح ايه رجلك على طول تروح ايه باعد على طول. ليه؟ لان انت ما هو ادالك خلاص ده مثير حصل بالنسبة لك، ادالك ايه اشارة للمخ، المخ قالك ان دي حاجة مفروض خطر بالنسبة لك، فايه يخليك ايه تبعد عنها. يبقى برضو من فوائد الجهاز العصبي ان هو يخليك تحس بالخطر اللي حواليك لو في حاجة ايه
بتواجهك. يعني لو انا جيت مثلا مسكت حاجه سخنه قوي، المفروض ان ايه بعد شويه تلاقيك يا سبتها يا وقعت من ايدك، لو بعدت عنها. ليه؟ عشان ما تاذيش مثلا الجلد. لو جيت دبوس مثلا، انك انت جيت غصب عنك مثلا ولا حاجه، وكنت ماشي ولقيت في دبوس ودست عليه، وانك انت اتألمت مثلا، فيروح مخليك انك انت ايه تستجيب على طول انك انت تبعد عن الحاجه المؤذيه دي. جيت مثلا كلت حاجه فيها شطه جامد جدا وتذوقتها، دي بالنسبه لك قعدت تكح جدا ومش عارف ايه، لا يبقى دي بالنسبه لك كانت خطر، ممكن انت هتبعد ايه عنها، مش هتكمل اكل في حاجه زي كده. بالظبط. يبقى هو بالنسبة لك بيخليك تشعر بالألم، يعني انت بتشعر بالألم عشان تبتعد عن الحاجة دي. تمام. يبقى الألم بالنسبة لك ده مفيد ليك، ان بيقول لك ان في خطر في الحاجة دي او في المكان ده، ابتعد ايه عنه. ولو طبعا الإشارات العصبية اللي واصلة للأجهزة او الأعضاء بتاعتك صح، يبقى انت المفروض هتبتعد عن الحاجة دي. يبقى انت بتبتعد ايه عنها. يعني لو في حد عنده مشكلة في ان هو في الاشارة العصبية، لو هو مثلا قرب من دبوس ده بالنسبة له عادي، ما يبت... لو حتى شكه ما يبعدش، لا يبقى ده عنده مشكلة، يبقى برضو ايه، يبقى في حاجات بتبقى مسؤول عنها الجهاز العصبي. طيب يبقى دي الفايدة بالظبط، يعني اللي هي ايه بسيطة جدا من الفوائد الكتيرة جدا 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 للجهاز العصبي، اللي هنتناولها يعني ايه بالتفصيل طبعا في الحلقات القادمة ان شاء الله. دي بس ايه بداية بسيطة جدا عشان توصل لك فكرة ان الجهاز العصبي مهم عندنا في ايه. زي ما انت، هو ده مش مهم، ده مهم قوي قوي قوي، يعني من غيره كل ده هيقف، لا تنفس بقى ولا هضم بقى ولا المفروض احساس ولا حركة ولا كل الحاجات دي هتتوقف لو في مشكلة في الجهاز الايه العصبي. تمام. لان انت شوف، انت مش اي حاجة بتتعامل فيها مع البيئة، اذا كانت هي مشاعر، اذا كانت هي جواك انت مثلا بتاكل او بتتفاعل او بتتحرك او بتلعب او كل الحاجات دي جهاز عصبي. بتتنفس، انت ما بتتحكمش في عملية التنفس، اللي بيتحكم فيها مين؟ عندك الجهاز العصبي. في اجزاء منها برضه هتعرف مين العضو اللي مسؤول، او مين الجزء اللي مسؤول في العضو ده اللي بيبقى مسؤول عن الحركة او الكلام او اذا كان في الاحساس وهكذا. طيب انا عندي الجهاز العصبي بيتكون من ايه؟ الجهاز العصبي بيتكون عموما من حاجتين، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي ايه طرفي. الجهاز العصبي المركزي اكيد هيبقى ايه، سامعه كده؟ هيبقى المخ والحبل الشوكي. يبقى المركزي اللي هو ليه الاساسي عندي المخ والحبل الايه الشوكي. يبقى انا عندي الجهاز العصبي بيتكون من حاجتين، الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الايه الطرفي. طب الطرفي، الطرفي بقى هي الاعصاب اللي خارجه من مين؟ من المخ وخارجه من الحبل الشوكي. اعصاب مخيه خارجه حوالي 12 ايه زوج، والاعصاب الشوكيه 31 ايه زوج. يبقى انا عندي اعصاب مخيه واعصاب ايه شوكيه. يبقى الجهاز العصبي بيتكون من جزئين، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي ايه طرفي. الجهاز العصبي المركزي عندي المخ والحبل الشوكي، الجهاز العصبي الطرفي هو اللي خارج الاعصاب اللي خارجه من الايه المخ والحبل الايه الشوكي. 12 زوج من المخ، 31 زوج من الشوكي. طيب يبقى انا كده قلنا ان الجهاز العصبي بيكون مخ، حبل شوكي، ملايين من الاعصاب. اول حاجه هناخدها بالتفصيل شويه، الخليه الايه العصبيه. انت عشان تيجي تبني جدار، اول حاجه في الجدار بتبقى ايه؟ الطوبه. انا عندي البدايه بتاعت الجهاز العصبي دي هي الخليه الايه العصبية. الخلايا الايه العصبية، الخلايا العصبية دي هي وحدة بناء الجهاز العصبي، هي دي اللي بتبني منها الجهاز الايه العصبي كله. طيب تعالوا نبص كده بيتكون من ايه. وحدة بناء الجهاز العصبي هي الخلية العصبية، او بسميها له بناء وحدة بناء الاساسية للجهاز العصبي. بتتكون من جسم الخلية، الجزء اللي انتوا شايفينه ده، ومحور الخلية. يبقى جسم الخلية زي ما انتوا شايفين كده بيتكون من ايه، نواة، هتلاقي هنا المفروض نقط سيتوبلازم، هتلاقي هنا غشاء بلازمي اللي هو بره ده الخارجي، وهتلاقي عندك تفريعات شجريه. ويبقى انا عندي جسم الخليه بيتكون من غشاء بلازمي، نواه زي ما احنا شايفين كده، وسيتوبلازم، وتفريعات ايه شجيريه،
وعندي ايه المحور. المحور ده هتلاقي عليه طبقة كده المفروض دهنية بتسمى طبقة الميلانين. ليه؟ لان هي بتحمي الجزء بتاع المحور ده اللي هو رفيع خالص اللي انتوا شايفينه ده. وفي النهاية بتبقى فيه تفرعات ايه نهائية. طيب تعالوا نبص كده ازاي بيكونوا بعض او بيبقوا ماسكين في بعض ازاي. ادي مثلا دي خلية عصبية، بصوا بتبقى ايه بتتحرك، ادي الاشارات العصبية جوه الايه محور الخلية، تمام؟ عشان ترتبط بمين؟ بخلية ايه اخرى، خلية عصبية اخرى عشان تديها الايه الاشارات الايه العصبية، عشان يعملوا لي في الاخر ايه شبكة من الايه الاعصاب او التشابك العصبي اللي هو بينتقل من خلاله الايه الاشارات اللي جاية من البيئة الخارجية عشان تقدر انك انت ايه تستجيب بيها. يبقى دي الطريقة اللي بتتنقل بيها الاشارات ايه من العصبية من خلية الى خلية ايه اخرى، وبيكون لي ايه تشابك عصبي. بصوا كده النهايات بتبتدي مع بدايات لايه لشبكة ايه اخرى. طيب يعني كده فايدة ايه؟ يعني انا بالنسبة لي جسم الخلية قلنا بيحتوي على نواة وسيتوبلازم وغشاء ايه بلازم، وعندي محور الخلية هتمتد كل خلية وجسم الخلية دي بيبقى فيه ايه شجيرات زي ما احنا لسه كنا شايفينها بترتبط بخلايا عصبية مجاورة ليها بتعمل لي التشابك الايه العصبي. وبعد كده في حاجات نهائية، النهائيات دي اللي هي بتبقى موجودة بتربط لي ما بين خلية عصبية اخرى عشان اجي اوصل بيها ايه الرسائل العصبية، تمام؟ اتمنى ان انتوا تكونوا النهاردة استفدتوا من عرفت اهمية او فايدة الجهاز العصبي، عرفنا الخلية العصبية بتتكون من ايه واهميتها، وان شاء الله في الحلقات القادمة هنكمل يعني الجهاز العصبي من كل جزء موجود فيه. فاصل ونواصل مع طلبة الصف الأول الإعدادي.